عقدت هيئة تنشيط السياحة مؤتمرا صحفيا للإعلان عن رعاية النجم رامي عاشور بطل مصر في الاسكواش في إطار خطة الهيئة بالتعاون مع نجوم الرياضة للمساهمة في الترويج لمصر سياحيا في الخارج. التفاصيل في التقرير التالي. هي دي مصر. بهدف الترويج للسياحة المصرية عقدت هيئة تنشيط السياحة مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل رعايتها للاعب المصري رامي عاشور بطل العالم في الإسكواش. الإحصائيات بتقول الناس اللي بتتفرج على الرياضة مش اللي بتمارس الرياضة بتهتم جدا بالسفر أو إحدى أولوياتها السفر، فقيمة وقامة زي رامي عاشور وغيره من نجومنا قوة بتاعت واحد له شعبية له فانس في كل حتة بيتكلم لما سواء مصري أو أجنبي بيقول لك إن البلد دي كويسة، البلد دي آمنة، البلد دي صالحة، الناس كويسين، دي بتبقى قوته أكبر بكتير جدا جدا. أنا بحس إن أنا دوري كواحد عايش في مصر إن أنا أعمل أي حاجة أنا أقدر عليها عشان أبقى بكونتريبيوت أو أنا بسابورت البلد أو بساعد البلد بأي شكل من الأشكال في أي مجال أنا أقدر عليه، وأنا مجالي رياضة فإن أنا ألبس اللوجو بتاع مصر السنة كلها على التيشيرت ده شرف ليا وحاجة تضيف لي. لفت المؤتمر الانتباه إلى أهمية استغلال الرياضة في تنشيط السياحة بحضور نجوم الرياضة وممثلي شركات التسويق السياحي. لا، السياحة الرياضية تفيد مصر في حاجات كتير جدا. السياحة الرياضة عامة حتى على المستوى السياسي بتدوب مشاكل كبيرة جدا ما بين البلاد وبعضها، فالرسالة اللي بتوصل للمشاهد أو للشخص الأجنبي عن البلد بدون دفع فلوس كإعلان هي رسالة بتبقى صادقة جدا، بتوصل لقلب الشخص ده ويبقى عاوز يشوف البلد دي اللي طالع منها اللاعب أو المنتخب اللي بيكسب. فالرياضة بشكل عام بيشوفها أكثر من 4 مليار نسمة، نجوم الرياضة هم أكثر نجوم مؤثرين، فكل ما نجوم الرياضة بيروحوا حتة أو بيتكلموا عن مكان ما بيحصل عليها اكسبوجر اعلامي كبير والناس بتسمع عنها، فبيبقى في صوره ذهنيه اللي كانوا بيتكلموا عليها دلوقتي بتبدا تتنقل لهذه الدوله. رامي عاشور هو لاعب الاسكواش المصنف الاول عالميا والذي يحظى بشهره واسعه في اكبر الدول المصدره للسياحه، لذا سيعود رفع شعار الهيئه على تيشيرت اللاعب بالنفع على المنتج السياحي المصري. محمد محمود، اون لايف.